بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين والمشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال باثفاري يحييكم في مقطع جديد، مقاطع تعلم مع جمال. طبعا اليوم إن شاء الله راح أحاول أغطي أو أشرح عن هذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز عبارة عن واي فاي، اللي هو ناقل إشارة عن طريق مثلا ممكن تستخدمه كناقل إشارة عن طريق الشبكة، زين، عن طريق الموزع أو المغذي للشبكة عندك، أو أنك تستخدمه كراوتر، يعني كموزع رئيسي، أو ممكن تستخدمه ك AB مودم. والله هذه الAB مودم أنا ما أعرفه صراحة، بس مكتوب هنا ريبيتر اللي هو مقوي إشارة أو ناقل إشارة، زين، وراوتر كموزع أو مقذي تقريبا، والAB مود ما أعرفها صراحة، هذه ما أعرفها، ممكن يأخذ ويعني ويرسل عن طريق السلك، الله أعلم. طبعا لست متخصص في الأشياء هذه، ولكن ممكن أركبه، ممكن أشغله، ولكن الأوبريشن أو طريقة التشغيل أو طريقة العمل ماله ما راح أشرحها بشكل كثير. طبعا من مميزات هذا الجهاز أنه يقول لك ممكن ينقل لك الإشارة لمسافة تقريبا 200 متر مربع، هذا اللي مكتوب على من الكتيب ومن خصائص هذا الجهاز، وأيضا يتحمل الظروف المناخية مثل الأمطار، الصواعق، الأتربة، وممكن تستخدمه أو تضعه في مكان مكشوف، يعني بدون ما تغطيه ولا شيء، وبالتالي راح تستطيع أن تستخدمه. وأيضا طبعا السيجنال ماله أو قوة الإرسال، مو بالإرسال، يعني قوة نقل البيانات لهذا الجهاز تقريبا 1200 بت ولا بايت ولا، المهم، AC مكتوب هنا AC، زين، AC 1200 ديول باند اوت دور AB اكستندر، زين، هاي باور. طبعا هذه من النوع AC، نظام AC 1200 في أنظمة طبعا الN والعادي، هذا طبعا فوق الN، هذا AC. طبعا أيضا ممكن شو أقول لكم عن هذا الجهاز، سعره تقريبا بحدود 1300 دولار، لا مو 1300 دولار، 1300 درهم إماراتي، أي ما يعادل تقريبا حدود 300 إلى 350 أو 400 دولار تقريبا، زين، ويصدر من أمريكا تقريبا، من أمريكا يصدر، غير متوفر عندنا في الدولة، تقدر تشحنه من أمريكا عن طريق أمازون وتشتريه. طبعا ويف لينك هذا اسم الشركة، والجهاز هذا اريال HD4، انزين. طبعا الكيبل ممكن توصله على كيبل مسافة 60 متر، ممكن ياخذ كيبل مسافة 60 متر تقريبا، هذه ايضا مواصفات اخرى، ومثل ما قلت ممكن ينقل لك المسافة الإشارة على منطقة مفتوحة او غير مغلقة مسافة 200 متر مربع، هذا والله أعلم. راح نجربه، طريقة تركيبه ممكن راح تكون سهلة أو صعبة، ما نعرف، راح نجربه إن شاء الله. هذا طبعا الكرتون ماله، هذا الجهاز صراحة وزنه خفيف، يعني أنا أشوف أنه وزنه خفيف، ما عليه وزن، زين. تجي هذه القاعدة، تركب القاعدة هذه، تركب في عمود، في بايب، اي شيء خارجي، ومن بعدها تربط الجهاز عليه. طبعا هني تقدر تفكه، زين، هذا تضغطه راح تفكه من هني، تفك القاعده اساس انك تركبها بروحها، هذه تركب، زين، لها مثل البراغي هني، تركبها وبعدين تركب عليها الجهاز. طبعا الجهاز هذا فيه مثل الاماكن للهوائيات، زين، وايضا قوة الاشارة، في قوة الاشارة هنا،
اوكي هذا مكتوب عليه 5G زين، وهذا مكتوب عليه ايضا 5G، وهذا مكتوب عليه 2.4 وهذا مكتوب عليه 2.4. اذا هذا الجهاز ممكن يعطيك قوة اشارة او سرعة بيانات على 5G وعلى 2.4G. انزين صنع الصين طبعا. هذه العلبة ايضا فيها تقريبا شاحن، مو بالشاحن، هذا طبعا المغذي، مغذي الكهرباء. انزين تشتغل تقريبا او يشتغل زين، يشتغل تقريبا على 100 الى 240 فولت 50 60 هرتز. اوكي الاوتبوت ماله المخرج، هذا المخرج زين، راح يعطيك 24 فولت 24 فولت نص امبير 12 واط زين. ايضا داخل العلبة هذه فيه هذا، هذه العلبة، هذا صندوق زين، هذه طبعا تقريبا البي او بي اي بي اي، هذه تركبة تقريبا تركبة، راح تفكها من هالجهة زين، هذا الغطاء فيه ربلة باقي. طبعا هني في ايضا عندك برغ اذا بتركب له جراوند، والكهرباء ماله كهرباء تقريبا لون داتا اون اوف، طبعا اعتقد انها تشتغل بهذا، تشتغل بهالسلك هذا، ما يشتغل مباشرة على الكهرباء زين. تقريبا راح نجرب راح نشوف كيف يشغلونه صراحة. الغير جيد الراس، هذا غير جيد الراس، هذا غير جيد، راح اغيره او اركب له وصله زين. في براغي الهوائيات موجود هني، هذه الهوائيات، هذا مكتوب عليه هني 5G، هذا مكتوب 2.4 تركبهم في اماكنهم زين، تركب في على نفس الماركات اللي مؤشر عليها زين. راح تركب الكهرباء في هذا، هذه العلبه، راح تجيب الوايرلس، مو بالوايرلس، راح تجيب هذا الكيبل تعديه من هنا طبعا، هذا راح يعدي هني، راح تركبه طبعا في ال بي او ان بعدين راح تركبه هني، وهذا راح سكر عليه، بعدين تجيب الغطاء هذا يكون جاهز للتشغيل بهالشكل، وهذا راح تركبه هني زين. شوف لك صندوق تحطه في مكان تغطيه تحميه من المطر، راح نجهقله ونشوف وضع التشغيل كيف معه.